مشاهدينا الكرام، صباح الخير عليكم، اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. كما عودناكم مشاهدينا الكرام اننا كننقل لكم اجواء يوميا في كل الاصباح في شوارع كازا. كيدير الشوارع كيف دير الاجواء في كل الاصباح كما كتشاهدوا معنا على المباشر مشاهدينا الكرام. فاق صبيحه يوم السبت عطله نهايه الاسبوع، فهي أجواء غائمة وكذلك طريق خاوية، شوارع كازا خاوية. كيف ما قلت لكم مشاهدي الكرام، فشوارع كازا خاوية هذا الصباح هذا أجواء، بالنسبة للأجواء فهي أجواء غائمة والشوارع خاوية. جوج شوارع رئيسية فهي خاوية، يعني من الطبيعي ومن العادي أننا نشوفو كازا خاوية هذا الصباح هذا يوم السبت عطلة نهاية الأسبوع. مكاينش دراسة، مكاينش عمل، يعني من الطبيعي أننا نشوفو كازا خاوية هذا الصباح هذا. ولكن الناس اللي ما ساكنينش في كازا ماشي بيضاويين، يعني ملي كيسمعو كازا فهادشي تلقائيا كيجي في بالهم الطريق عامرة، طريق عامرة، ستريس طريق، صحام ديال الطوموبيلات، صداع ديال الطوموبيلات، هادشي اللي ما كاينش هاد الصباح هذا في الهدوء شوارع كازا، خصوصا الشوارع الرئيسية اللي كانت كتعرف قبل، ماشي غير قبل، في باقي أيام الأسبوع راه كتعرف واحد الخشينقات مرورية كبيرة، كتعرف واحد الصحام صراحة كبير بزاف. هاد الصباح هذا كدوز من كاع الشوارع الرئيسية فكتلقى واحد الهدوء، كتلقى الشوارع خاوية. خصوصا ان الناس كيخرجوا تقريبا حتى العشيه، يعني العشيه فين غتلقى السهام وقت السا، غتلقى واحد شويه السهام في كازا الشوارع الرئيسيه ديال كازا. غير هو هاد الصباح فاجواء غائمه، والشوارع كازا خاوية تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع. هذه الأجواء مشاهدينا الكرام كنحاول نقربكم منها أكثر. كما كتشاهدوا معنا على المباشر، شاركونا حتى نشوفوا مشاهدينا الكرام في التعليقات كيف داير الجو عندكم، كيف داير الشوارع ديالكم الناس فايقين دابا. صباح الخير عليكم، وشاركونا كذلك الاجواء كيف داير عندكم. هنا الاجواء فهي غائمه، كتحس بلي الشتا غادي تصب، داكشي حنا اللي كنتمناو الجميع، كنتمناو ان شاء الله فالشتا ترجع باذن الله. كيف ما كنعرفوا الجميع فبلادنا ولله الحمد في الاول والاخير رفع الفاش حتى سقطت لي مهمه، سقطت لي كنا محتاجين لها. فنتمنى انها تسقط الترجمة باذن الله، ونتمنى ان شاء الله انها تعم على جميع انحاء المملكة. شاركونا في التعليق كيف داير الجو عندكم هاد الصباح، صباح يوم السبت في كازا. كيف ما شاهدتم معايا من بداية المباشر لحد الان، هي اجواء شوارع كازا خاوية وهدوء كبير شوارع رئيسية كازا تزامنا مع عطلة نهاية الاسبوع. أجواء فهي أجواء غائمة، أتمنى أن ربي يزيدني الغيث من عنده، اللهم اسقنا غيثا نافعا، اللهم اسقنا غيثا ولا تجعلنا من القهامة. هذه الاجواء مشاهدينا الكرام هذا الصباح، تشاهدوا معنا على المباشر. كنشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، كنشكركم كذلك على حسن التفاعل ديالكم. نهاركم مبروك، نتمنى لكم عطله نهايه اسبوع سعيده، نهاركم السبت حد
كاينش دراسه وما كاينش عمل. فمن العادي كيف ما شفتوا معايا بدايه مباشر الان، من العادي اننا نشوفوا الطريق خاويه والهدوء شوارع كاذب. بالنسبه للاجواء فهي اجواء غائمه كيف ما ذكرت لكم قبل، ان دعيو كاملين انا تسخطات باذن الله ترجع. احنا محتاجين لها بكل صراحه، محتاجين انها ترجع. ندعيو كاملين ونعطيه الميزان لغايه من عندك. اللهم اسقى عبادك واسقى بهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت. هذه الاجواء مشاهدينا الكرام، نهاركم مبروك. نشكركم على حسن المتابعه، نشكركم كذلك على حسن التفاعل ديالكم مع الايميل وتاعكم. نلقاكم ان شاء الله بث مباشر اخر. نهاركم مبروك، السلام عليكم.